الراحل عبد الرحمن اليوسفي وزوجته هيلين، قصة حب استمرت 73 سنة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. من أنطونيو وكليوباترا إلى عنتر وعبلة، مرورا بروميو وجولييت، كلها أسماء لأبطال قصص حب شاءت الأقدار أن لا تستمر وأن لا تتحقق فيها الجملة الشهيرة التي يرددها العشرات في لحظة ود في السراء والضراء. إلا أن قصة السياسي المغربي عبد الرحمن اليوسفي وزوجته هيلين كانت مختلفة، فهي كانت صديقته في شبابه وسكرتيرته خلال عمله وكاتمة أسرار كواليسه، وهو في حضن السياسة ومؤنسته في عزلته الاختيارية وممرضته حينما تعتل صحته. لم يكن الشاب عبد الرحمن يعلم أن بحثه عن بدلة بيضاء مناسبة لمسرحية في نهاية السنة الدراسية كان يؤدي فيها دور نادل سيقوده للتعرف على رفيقة درب ستعيش معه كل الأدوار. عام 1947 تعرف اليوسفي على هيلين بالصدفة، حيث إن والدها لم يكن سوى الخياط اليوناني الذي وجد عنده ضالته وجمعه بأسرته التي حلت بالمغرب حديثا وجبة عشاء، وكانت ابنته بين الحاضرين، وهناك بدأت القصة. جد زوجة اليوسفي، وحسب ما جاء في مذكرات السياسي المغربي أحاديث فيما جرى، كان يتاجر في البواخر بين تركيا وروسيا، واضطر للرحيل بعد الحرب العالمية الأولى خارج أرضه بعدما احتلها الأتراك، وتم تخييره وباقي اليونانيين الأرثوذكس بين التخلي عن ديانتهم حماية لثروتهم أو الرحيل. فتوجه جدها إلى فرنسا، وهناك التقى ابنه بفتاة بمدينة ليون فتزوج ورزق بابنة اختار لها من الأسماء هيلين. دامت خطبة عبد الرحمن وحبيبته اليونانية زمنا طويلا، وتم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب سياسية ساهم في إطالتها الاعتقال الأول عام 59، ثم الثاني عام 63. فقضية بن بركة اتسافرت لمتابعة إدارة القضية كطرف مدني في باريس، ولم يصدر الحكم إلا عام 67. بعد 21 سنة على التعارف بينهما، تكللت القصة أخيرا بالزواج في باريس عام 68، وبدأ معا رحلة جديدة. يقول اليوسفي بلسانه إنها استمرت لأن هيلين ضحت بالكثير واختارت الوقوف بجانب رجل كان ولعقود من الزمن واحدا من بين من وهبوا حياتهم للسياسة ومعاركها. عاشت هيلين وزوجها أياما صعبة، كان أبرزها اغترابهم الاضطراري بفرنسا بعدما نصحته قيادة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بألا يعود للمغرب نظرا للدور الذي لعبه في محاكمة قضية اختطاف المهدي بن بركة التي جرت أطوارها في باريس يونيو 67. قبل عودتهما على متن باخرة سنة 81، حيث التقى بوالدته قبل أن يباغتها الموت بعد ذلك بعام واحد. زوجة اليوسفي تعد وحسب شهادات الكثيرين الذراع الأيمن لزوجها، فهي كانت دائمة الحضور معه حين كان مسؤولا حكوميا، تراقب أدويته وتختار ملابسه وتوشوش له بوجهة نظرها متى استطاعت ذلك، ولم تفارقه بعد استقالته، وظلا معا يمارسان شغفهما في المطالعة والأصفار، وظلت دائما تظهر بجانبه بابتسامة خجولة تخبئ الكثير من تفاصيل رحلة سياسية استثنائية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.